في مشهد غريب، تعرض قطار الناصرية لحادث اصطدام بقطيع من الجواميس خلال عودته من بغداد. المحطة في بيان لها قالت إن القطار توقف لأكثر من ساعتين بسبب تعرضه لأضرار جسيمة، مضيفة أن الكادر الفني أجرى صيانة مؤقتة وأعاده إلى الخدمة، تمكن من الوصول إلى محطته الرئيسة في البصرة. من جانبه، طلب مسؤول شعبة النقل في المحطة وزارة النقل بتسييج طريق القطار نظرا لكثرة المواشي في محيطه. بتاريخ 7/10/2018 اصطدم قطار 20 نازل سريع المغادر محطة بغداد المركزية الساعة 7 مساء في قطاع سوق الشيوخ كرماشية في كيلو 411 بقطيع من الجاموس، أدى إلى تأخير القطار لمدة 220 دقيقة، وتم إصلاح العطل في حينه، وتم مغادرة القطار محطة المعقل. نطالب الجهات المسؤولة بتسييج القطاع المؤدي إلى القطاع ما بين محطتي سوق الشيوخ والكرماشية لكثرة المواشي في هذه المنطقة، كونها منطقة زراعية ومنطقة أهوار أيضا.